الله معكم. قبل ما فوت لهون سمعت يعني ثواني على التليفون من فيلم عم يتداولوه على وسائل التواصل الاجتماعي. متظاهر ايا كانت اسمه ايا كان اسمه ايا كانت قضيته عم بيقول له للعسكري اللي بوجهه انت بلا شرف وبلا كرام. انا بدي اقول لهذا اللي عم بيقول ولكل اللي بيقولوا مثله مين ما كانوا يكونوا ان قوى الامن هي الشرف وهي الكرامه هي اللي حامي اللبنانيين وحامي امنه. هذا مش تظاهر، هيدا اعتداء على كرامة الناس. الشتايم مش حق بالدستور، والسكوت عنها من قبل العسكريين عم بيكون مثل اللي عم تضربه بالسكين وممنوع يردوا عليه. انا اللي بدي اقوله انه في محاولة عند بعض المتظاهرين ما كلهم، وانا هون بدي وجه تحية للمتظاهرين اللي كانوا يشبكوا ايديهم امبارح وقبل امبارح ليحموا قوى الامن من متظاهرين اخرين مصرين على الشتم والضرب بالحجار واستعمال الاناني وبعض الاحيان الملوتوف ليضربوها على العسكريين، ومطمنين انه العسكريين ما رح يردوا، وفعلا العسكريين ما ردوا غير يوم 22. صبروا 8 أيام على كل الإهانات وكل الضرب وكل الحجار واستعمال كل الوسائل، والأصعب نحن كلنا شرقيين بنعرف هو الإهانات. أسهل بكتير تضرب واحد بالحجر من أنه تشتمه وتقول له أنت بلا شرف وبلا كلام. اللي بيقولوا أنه قوى الأمن هي من الناس، واللي بيشوفها غير هيك بيكون عنده عمى وطني مش عمى شخصي، لأنه هذا العسكري اللي موجود هو بحاجة للكهرباء وللمي ولتنشال الزبالة ولكل الحالة مثله مثل أفقر مواطن، مش مثله مثل أحسن مواطن. فهذا الكلام أنا ما كنت بدي بلش بهذا الموضوع لولا أني شفت هذا الفيديو، بس حقيقة يعني كنت شوف على التلفزيون وما اسمع، وشوف قديش العسكريين صبروا وقديش جالدوا على نفسهم وقديش تحملوا بتعليمات من ضباطهم ومن رؤسائهم، واللي هي بالاخر كمان هو البشر قديش بدو يتحملوا، بيتحملوا قد ما البشر تتحمل، اكتر شوي لانه عسكريين وانضباطيين وعندهم تعليمات وعندهم رؤساء بيمنعون انه يجنحوا نحو اخطاء كبيرة. فهذه السياسة اللي قائمة على شيطنة قوى الامن هذه مش سياسة خاطئة، هذه جريمة بحق البلد وجريمة بحق امن البلد. قوى الامن برجع بقول هن من الناس، ما بيمرضوا، ما عندهم مشاكل بالمستشفيات، وما عندهم ادوية لأولادهم، وما عندهم اخوة، ما عندهم امهات، وما عندهم اباء، بس يعني المعتدين عليهم مني بس اللي عندهم مشاكل. هني شو هني مسؤولين عن امن المواطنين ومسؤولين عن امان المواطنين، واذا حصل تقصير او حصل خطأ بوقت من الاوقات فما بيجوز التعميم ولا بيجوز اتهام الكل بالطريقة اللي عم بتم فيها هذا الامر. وما لازم نفترض كل الوقت انه هن حيرتفعوا فوق مستوى البشر وما يجاوبوا وما يهتموا وما يخالفوا تعليمات رئيسه. هذه النقطة اللي بدي اقولها وبدي اضيف لها، اولا انه الجرحى بقوى الامن يعني اعدادهم اكثر من الجرحى المتظاهرين، ومع ذلك ما انعمل منها قضية كبرى. ما سمعت حدا من المتظاهرين عم يتأسف بكلمة لطيفة او يقول كلمة لطيفة عن جرحى قوى الامن. ليش هولي
يعني منين جايين؟ وقت اللي بيكون في 146 جريح حتى الآن لقوى الأمن بتسعة أيام، وفي أكيد فوق 100 من المتظاهرين جرحى، اللي باقيين بالمستشفيات عددهم محدود كتير سواء من العسكريين أو من المدنيين وما بيتجاوزوا أصابع اليد. النقطة الثالثة اللي بدي أقولها، مهمة قوى الأمن هي حماية الدولة والأملاك العامة والخاصة. اللي صار من اعتصام امبارح بوزارة البيئة، وأنا عم بتوجه هون على الهواء لكل المعنيين والمتظاهرين والمطلبيين والغوائيين والمشاغبين، لأنه هول ثلاث أصناف بالمظاهرة، أنا بدي أقول لهم كلهم أنه أي احتلال أو اعتصام أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة، إذا كان ما استجابوا المحتلين أو المعتصمين. ما حدا بيقدر يحمل المتظاهرين الجميل. حنعمل كل جهدنا انه نحفظ، نحن مسؤولين عن امن التظاهر. حنعمل كل جهدنا انه نمنع احتلال اي مؤسسة او الاعتصام باي مؤسسة بطرق سلمية وبالحوار وبمحاولة التفاهم، ولكن إذا كل هاي الوسائل ما نفعت نحن ما فينا نحط دبابات، ولا سياسة لبنان قايمة على أنه ينحط دبابات على المؤسسات العامة في كل مكان. هذه مؤسسات ملك الشعب اللبناني، الدولة اللبنانية هي دولة الشعب اللبناني، مش دولة الوزير اللي قاعد فيها، ولا هذا المبنى ملك لوزير الداخلية، هذا ملك للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي للشعب اللبناني، وبالتالي الاعتداء عليها هو الاعتداء على الشعب اللبناني مش على الدولة المقيمة فيه. نحن حفظنا وراح نحافظ بكثير من الأيام اللي مرقت، وبرجع بقول مش بكل الأيام، على حق التظاهر السلمي لحده الأقصى. نحن مسؤوليتنا حماية المتظاهرين من أنه يعبروا مهما أسوا بالتعبير دون استعمال تعابير غير أخلاقية، لا بحق العسكريين ولا بحق الأفراد، ولكن إذا حقالوا بحق السياسيين فما حدا حيحاسبهم، بس إذا شتموا العسكريين بوجههم ما بعتقد أنه هذا العسكري جبل مضطر يتحمل الشتايم اللي تتعلق بعرضه وبعائلته وبشخصه وبشرفه وبكرامه. نحن حفظنا نحافظ ومسؤولين ومعنيين بالحفاظ على حق التعبير السلمي بكل وسائل، وما رح نتخلى عن هذه المهمة، وبعتقد أثبتنا لولا يوم وحادثة انه نحن حريصين على هذا المبدا. والدليل انه اذا بدنا نحكي عن 9 ايام من تظاهر او 9 ايام الحقيقه او 10 ايام، عدد الاصابات محدود جدا، عدد الموقوفين محدود جدا، ما في اي مظهر من مظاهر التسلط اللي يعني مشهورين فيه بالمنطقه العربيه، ولا عنا يعني تعذيب، ولا عنا أخطاء. إيه نعم، مثلنا مثل غيرنا من البشر، بس دايما عم نركض لنعالج هذا الخطأ ونوقفه عند حده وما يصير فيه أي تمادي بهذه المسألة. هلأ عمليا اللي هأرجع ليوم 22 حتى يعني انتم كلكم حسب وعدي انا ايضا، لانه انا ححدد يوم باثنين شو صار ب 22.
أنا قلت قبل إنه نعم صار هناك إفراط باستعمال القوة يوم 22، ولكن هذا الإفراط له مسببات ومبررات تتعلق بالساحة اللي صارت فيها الأمور. كان واضح إنه في قوة عسكرية واقفة على الشريط الشائك، وإذا تراجعت للخلف توقع على الشريط وبتخزق جسمها، وإذا قربت لقدام بتصير على تماس مع المتظاهرين اللي كان عندهم استعداد إنه يعملوا كل أعمال الشغب وكل الأعمال للاستفزاز. بس بكل الأحوال عمليا صار في إفراط بالقوة، استعمل الرصاص المطاطي عن قرب، وكلكم حضرتوا طبعا إنه رميت قنابل مسيلة للدموع. بس أنا عم شوف على التلفزيون كل الوقت ناشطين، يفترض إنه من الجزء المطلبي اللي بيعبر عن رأي الشعب اللبناني بيقول كل الوقت إطلاق النار على المتظاهرين. أنا ما شفت لا متظاهر ولا عسكري أصيب بإطلاق النار. وين أطلق النار على المتظاهرين؟ أطلق النار بالهواء صحيح، بس أطلق النار على متظاهر وما عرفوا يسيبوه من بين الآلاف اللي كانت مجمعة؟ لأنه إطلاق النار على الشخص يفترض القدرة على إصابته، ما أصيب ولا مدني بأي طلقة حية طوال العشرة أيام الماضية ولن يصاب أحد. إطلاق النار بالهواء نعم، تم ثلاث قوى حددتهم سابقا بذات الوقت، والفيديوهات موجودة كلكم شفتوها، وتقرير الصليب الأحمر بيقول النهارة أنه في 22 من قوى الأمن انتقلوا للمستشفيات للمعالجة و58 متظاهر. وفي عنصر المفاجأة كان بالهجوم على العسكريين اللي مصطفين أمام الأسلاك الشائكة وقدرتهم على المقاومة منفردين. في عسكريين أكثر من لازم أطلقوا النار بالهواء وانضموا لقلوا المحاولة ليحمون من أنه يرجعوا يقعوا على الأسلاك الشائكة. بكل الأحوال أنا ما عم دافع عن هذا الموضوع، عم بحكي وقائع. كلفت بوقتها المفتش العام بقوى الأمن الداخلي يعمل تحقيق مسلكي، والقضاء العسكري بطبيعة دوره قام بتحقيق قضائي شامل ومفصل. هلأ عم في ناس قالوا أنه تأخرنا كتير بإعلان النتائج. أنا بدي أقول لكم أنه تقرير المفتش العام الجدي بس 78 صفحة مطبوعة، سمع ل 65 شاهد مدني وعسكري من كل اللي كانوا موجودين، واستمع لبعض الجرحى بالمستشفيات بلحظة وقوع الحادث، وبعد التداول مع مدير عام قوى الأمن الداخلي تقرر تحويل ضابطين على المجلس التأديبي وست عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي دون العودة إلى رؤسائهم، وتوجيه تأنيب إلى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم بمكاتبهم وما حملوها على الموقع. وأنا هون بدي أقول أنه بالمرة الماضية أخطأت أنا بالتواريخ وبالواقع. شرطة بيروت وقيادة قوى الأمن الداخلي وبيروت كلها وسائل الاتصال متوفرة فيها عبر بيسموه تترا، اللي هو فعلا يعني تترا، هو مش اسلوب، هو
نظام اتصال ساري المفعول فقط ببيروت وبمواقع محددة، وهذا الأمر انعمل بعد 2000 وبدأ بال 2008 واستمر بال 2010 وأكمل بال 2015 التوقيع مع الجهة الأمريكية الواهبة على أنه يعملوا مشروع لكل لبنان. بدأوا في المرحلة الأولى منه بدها سنة أو أقل 10 أشهر لتخلص، اللي هي بتغطي بيروت وجبل لبنان، والمراحل الثانية لتغطي كل لبنان كما كان سابقا قبل الحرب. وأنا غلطت مرة الماضي قلت 2008، الحقيقة الاتفاق اللي صار مع شركة اسمها تتروكالين سنة 2000، والنظام اللي انشرى بهداك الوقت تعطل بسرعة وكان قديم وما له قطع غيار، فمشان هيك ما عاد في قدرة مثل السابق على الاتصال بكل لبنان. يعني ما في شبكة اتصال لكل قوى الأمن الداخلي في لبنان الآن بسبب هذا الاتفاق القديم، ويجري العمل الآن على مع الواهب الأمريكي على تمديد وتنفيذ شبكة اتصالات. يعني أنا أخطأت المرة الماضية الحقيقة بالتاريخ لأنه هو 2000 مش 2008. الخطأ الثاني أني سميت تترا اللي هو نظام مش آلة، يعني مش جهاز اتصال. التترا هي اللي عم ينشغل عليها الآن، فبتكون ما تأخذوني على خبرتي التقنية بهذا المسألة. فعمليا هذا اللي تم بحقهم. وأما بشأن المدنيين فالنيابة العامة العسكرية راحت زارت الموقوفين المدنيين بكل المخافر بشكل مفاجئ حتى ما يصير في أي يعني استباق لوصولها، وعم بيقوم بهالشيء القاضي هاني حجار. وفي بأحداث 22 عدد موقوف، يعني كان في عدد موقوفين تجاوز 100 اللي باقيين موقوفين حتى الآن بس 18. في منهم ناس قصة، في منهم واحد سوري وواحد سوداني مثل ما قلت المرة الماضية فقط، يعني مش انه مشاركة عربية بس هولي من غير الجنسية اللبنانية. والقصة بعضهم ثبت انه متعاطي للمخدرات، ثبت بشكل قاطع على 4، وما عدنا تابعنا الأمر. إذا تتذكروا وقفنا الفحوصات وقتها لأنه يعني أخذ الطبيعة بوقتها مزعجي مش، وكله تحول على المحكمة العسكرية لا ياخذوا الإجراءات بحقهم اللي هي بتناسب في بالقانون نصوص تتعلق بمحاكمة اللي تحت 18 سنة، ويعني بشكل مخفف أو بشكل خاص بحيث أنك تحميه أكثر ما أنك يعني تسبب له بعقوبة فقط. هذه الوقائع اللي عندي عن يوم 22. هتسألوني عن بارح ما رح جاوب بسببين. السبب الأول أنه لازم ينعمل تحقيق جدي، وفي عشرات الأشخاص لازم ينسألوا بدقة لأنه هذه مسؤولية وهذا سلك عسكري. على كل شفتوا كل يعني 90% من المشاهد كانت على التلفزيونات، ما أنا محتاج إلى يعني، ولكن مراجعة المسؤولية بتفترض مراجعة كل المشاهد وكل الصور والتصرف على أساسها. الأمر الثالث اللي بدي أحكي عنه حقيقة شوي له علاقة بالسياسة. مع احترامي وتقديري للقوى السياسية اللي
يعني عم تعلن انها تريد ان تتظاهر، وانه هذه العناوين المطلبيه هذه عناوين، بدي اقول انه كل القوى السياسيه المشاركه في الحكومه تقدر تقول عن حق او عن باطل بانه عندها مشاريع والجهه الاخرى منعتها من التنفيذ. فلان جهه الفلانيه ما راح اسمي، بس كل جهه سياسيه على الطاوله قادره تقول انه عندها مشاريع طالبت بتنفيذها وجهه سياسيه اخرى داخل الحكومه منعتها من تنفيذها. فحقيقه بين انك تكون مشارك بالحكومه وبين انك انت موافق على المشاركه بالحوار، طيب كيف ممكن هذا الشيء يتم وبذات الوقت تدعي للتظاهر؟ طيب تظاهر ضد مين؟ يعني بوجه مين هذا التظاهر؟ للتأكيد على ماذا؟ إذا كان للتأكيد على الحشد الشعبي نحن موافقين سلف، ما في لزوم حدا يعمل استعراض يأكد فيها حجم الشعب. نحن موافقين مسبقا انه هو هذه الجهة تمثل وعندها حشد شعبي وعندها قدرة. اما هذا امتحان الشارع كل يوم بوجه لا احد، انا ما بشوف انه في حكمة ولا بشوف في فعلا انصاف، لانه كمان انت عم تقول للاخرين انه انا يعني كل واحد منكم ينزل يستعرض قوته ويشوف قديش بيقدر ينزل على الشارع ويعدد المشاريع اللي قام فيها واللي قوة سياسية اخرى منعته من تنفيذها. هذا اللي عندي اقوله اليوم، وبعتقد اذا في رسالة سياسية بيسمحوا لي فيها المتظاهرين المطلبيين، انه بنظام مثل النظام اللبناني الطريقة الوحيدة للوصول لنتيجة بالتغيير هو انتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد. ما في شيء بينتج دولة ولا في شيء بحقق مطالب ولا في شيء بيوصل لنتيجة غير الصراع السياسي حول قانون انتخابي جديد. أي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى. وبصدق عم لكم للمتظاهرين، هيدا الكلام ما بيوصل لنتيجة. اللي بيوصل لنتيجة هو انتخاب رئيس، ظاهروا من أجل انتخاب رئيس، ظاهروا من أجل وضع قانون انتخابي، لأنه القانون الانتخابي هو اللي بينتج سلطة بتحقق الكهرباء وبتحقق حل مشكلة النفايات وبتحقق المي وبتحقق كل حاجات المواطنين. كلمة أخيرة، قوى الأمن منكن وإلكن، ما تتعرضوا لهم، هن بيحفظوكن وبيحفظوا الأمن للبلد وبيحفظوا حقكن بالتظاهر. أنا حأخذ بس ثلاث أسئلة. تفضل. اولا انا ما قلت خلف المتظاهرين ولا قلت، لو سمحتي، انا قلت بالنص الحرفي انه وراء اعمال الشغب، وراء المشاغبين المتظاهرين وراهم مطالبهم. انا قلت وراء حركة الشغب الموجودة في دولة عربية، لا سميت قطر وما رح سمي اي دولة للآن إلا ما أكون متأكد من اللي عم أقوله. أنا بصدد البحث والتدقيق في هذا الأمر. لا لا لا، أنا في فرق بين التأكد من الحدث ومن الجهة، في فرق بين الحدث وبين الجهة. أنا ما رح سمي قبل ما أكون متأكد 100% من، لأنه هذه مسؤولية ما بيجوز الواحد يسمي يعني دون أن يكون متأكد 100%، لأنه التسمية تفترض أنه تترك أثر على العلاقات اللبنانية مع
مع هاي الدولة أو غير الدولة. ولبنان حريص على علاقاته العربية وحريص إنه يحفظ يعني مصالحه ويحفظ هالود وهالتضامن اللي تظهر الدول العربية تجاه لبنان. لذلك أنا دقيق بهذا الموضوع، لما بكون عندي معطيات نهائية ما رح أتردد إني أعلن. تفضل. وزير، عم تتعاملوا مع التظاهرات وكأنها صارت أمر واقع، يعني وفي الأيام جاية والتظاهرات جاية، ويبدو أنه الجمعيات والتحركات عم بلشت تتوحد لتوحد شعارة وتوحد مسارة. شو الاحتمالات الموجودة قدامكم؟ هل نحن فعلا أمام فوضى خلاقة من أجل الوصول يعني إلى ثورة أو انقلاب؟ وهالشي ما بيعملكم شوي؟ أنا ما بوافق. أنتوا ما دعمتوا الثورة بسوريا، سميتوها ثورة بسوريا يعني، واليوم وقعنا بنفس المحل إنه شفنا كيف. مين نحن؟ الدولة اللبنانية. يعني الدولة شفنا كيف عم تنزل الناس. الدولة يعني اللبنانية ما سمت الوضع بسوريا. عم ينحكى بربيع لبناني. هذا له علاقة بالكلام اللي عم ينشر وسائل الإعلام. أنا ماني شايف ربيع لبناني بدون انتخاب رئيس وبدون قانون انتخابات جديد. أي كلام تاني لا بيجيب ربيع ولا بيجيب ورد. بعد سؤال وزير، بس هل صحيح أن وزارة الداخلية يعني تعتب أو ترى في بعض التغطية الصحفية أو تحريض بعض وسائل الإعلام على القوى الأمنية؟ يعني قلت أنت أنه 191 عسكر انصاب، ما سمعنا كلمة لا من المتظاهرين ولا من وسائل الإعلامية أنه هالعسكريين انصابوا. هل واضح أنه التركيز على أنه العسكريين هن الشياطين والمتظاهر والمشاغبين، أنا ما بدي أقول المتظاهرين، المشاغبين هن القديسين، نظرية شائعة بكل وسائل الإعلام مش بوسيلة دون أخرى، بنسب مختلفة، هون أكثر هون أقل هون، ولكن أنا متأكد إنه حق قوى الأمن بالدفاع عن نفسها مش محفوظ بوسائل الإعلام. أنا ما بقول في وسائل الإعلام أعطتها بعض الحق، ولكن في نقص كبير، مثل ما بتخصص ساعات وساعات لآخرين، حق قوى الأمن أن يكون عندها تغطية إعلامية وسياسية إذا كان بدك إياها تقوم بدورة. وهي في تجربة غير يوم السبت 22، من 23 ل 29 ما صار أي شيء يذكر، صار إشكالات صار بس ما صار أي شيء يذكر. فهذه قوى الأمن اللي بقيت 8 أيام حافظة على بطن جأشة وعلى أمن المتظاهرين وعلى أمن اللبنانيين تستاهل أنه تنعطى حق. بيوم 22 صار لغط له علاقة بمسألة إطلاق النار، يعني هناك من قال قوى الأمن أطلقت النار، هناك كمان من قال بأنه حرس أو شرطة مجلس النواب والجيش اللي كانوا موجودين مجلس النواب هني كمان من أطلقوا النار. وزير الداخلية بسام قال بشكل واضح سابقا ولاحقا بأنه تم إطلاق النار من الهواء من 3 قوى، وكان واضح هذا الكلام، ما في لغط ولا في أقاويل. تحقيق شمل هذا الموضوع 3 قوى؟ طبعا هذا أمر مؤكد. رغم المشرطة مجلس النواب مش الشرطة اللي أطلقوا النار، هن الحرس الخارجي هن عندهم 3 أجهزة، حرس الخارجي هو اللي اطلق النار بالهواء. في فيلم عن هذا الموضوع؟ مع الوزير سؤال، شيء اللي احب التوصيف ميداني بالحرس اللي صار، في ناس عفويين حقهم طبعا يعبروا، في ناس عم يستغلوا هالشيء، بس مبين انه وزاره الداخليه متروكه لوحدها وكانه ما في حكومه. بمعنى اخر، قوى الأمن والجيش عم يستنزف، قوى الأمن الداخلي بحالة استنفار دائم. في شيء اسمه الأمن الاجتماعي، الحكومة عم تتجاهل هالشيء، لأنه الأمن الاجتماعي جزء أساسي أنا برأيي بريح الأرض، وبهيدا كمان بريح قوى الأمن اللي هي 24 ساعة واقفة. وأنا مع اللي قلته أنه عم يتعرضوا من بعض المشاغبين لإهانات وشتائم، وفي شتائم أخجل أنه واحد يحكي عنها، بس الدولة غايبة كأنه وزير الداخلية متروك لوحده. شكرا. حكومة معطلة، لا عم تجتمع ولا قوى سياسية، قلت لك كل قوة سياسية مشغولة بأنه تشنجل مطالبها على المظاهرة، ما في قوة سياسية ما عم تجرب.
حتى ما أظلم جهة دون أخرى. الأمر الثاني، لا أنا امبارح وأعلن بعتقد نشر اليوم أني تلقيت اتصالات من كل القيادات الكتل السياسية تقريبا، وحتى من قائد الجيش، بعضه تعاطف وبعضه تأييد وبعضه دعم. لا أنا ما عندي شكوى شخصية من هذا الموضوع. شكرا.